أن يتفقهن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي برامج قناة القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك رمضان الفضائل، وأوفياء البرنامج الأسبوعي الفقهي أن يتفقهن، أينما كنتم سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته، وتقبل الله منكم ومنا الصيام والقيام. جلسة أخرى بإذن الله تعالى تجمعنا وإياكم ضمن برنامجكم الفقهي أن يتفقهن في هذه الأيام المباركات من شهر رمضان الكريم. في هذا الشهر الذي ترغب فيه النساء المسلمات في أداء صلاة التراويح وتحرصن على أداء الصلاة في المساجد، خاصة لما يتعلق الأمر بصلاة الجمعة وخاصة صلاة التراويح في هذا الشهر الكريم. وطبعا الهدف تقريبا واحد، كل النساء إذا سئلن لماذا يفضلن المساجد في شهر رمضان تقولن أو تجبن: نبحث عن الراحة والطمأنينة والسكينة، ونبحث عن ذلك الجو الروحاني الذي هو شيء استثنائي في المساجد ولا يمكن أن نعيشه في بيوتنا حتى لو اجتهدنا وصلينا ما تيسر من النوافل ومن صلوات من الرواتب. طبعا نلمس هذا الحرص عند الكثيرات كما قلت بحثا عن الخشوع في المساجد، وتذهب أخريات إلى القول أن أحلى وأجمل وأمتع اللحظات بعد الالتفاف حول مائدة الإفطار في رمضان هي تلك اللحظات التي نشهد فيها صلاة الجماعة في المساجد، ونستمتع بالتلاوات العطرة للقرآن الكريم من طرف هؤلاء الشباب المقرئين الذين دائما نجدهم يجتهدون ويحرصون على الإمتاع وهم يتلون آيات الله المحكمات عبر مساجدنا الكثيرة في ربوع وطننا الحبيب. طبعا هذه الأجواء الاستثنائية كما ذكرت هي التي تجعل النساء حريصات أكثر من الأشهر الأخرى على التواجد في بيوت الله، لكن على المرأة طبعا أن تعرف حدود الله وهي تقبل على بيوت الله في هذا الشهر الكريم وخارج أيام هذا الشهر الفضيل، إما إذا كان الهدف هو طلب العلم أو حضور مجالس العلم أو لأجل حفظ القرآن أو تعليمه أو تحفيظه أو من أجل أن تدرك صلاة الجماعة. لهذا اخترنا موضوعا في هذه الحلقة وفي هذه الجلسة الرمضانية من جلسات أن يتفقهن، موضوع يتعلق بخروج النساء المسلمات إلى المساجد تحت عنوان الضوابط الحسان لخروج النساء إلى بيوت الرحمن. طبعا لا يمكن أن نتحدث في هذا الموضوع في برنامج أن يتفقهن دون أن نلجأ إلى جلستي البرنامج البروفيسور عاقلة حسين، مرحبا بك وتقبل الله منك الصيام والقيام. بارك الله فيك أختي نصيرة، أهلا بك وتقبل الله منا ومنكم جميعا. آمين رب العالمين. وأيضا بحضور دكتورتنا ملكة بالعالية، مرحبا بك دكتورة. مرحبا أستاذة نصيرة، أستاذة عاقلة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكل من يلتحق بنا لمتابعة هذا العدد الجديد من أن يتفقه. بروفيسور عقيلة، حتى نستفيد ونفيد كل من يتابع هذا البرنامج، والكثير منهم يبحثون عن الإجابات لانشغالاتهم
وعن الحلول لبعض المسائل الفقهية صح. عندما يتعلق بالصيام أو أداء العبادات في هذا الشهر الفضيل وخارج هذا الشهر الفضيل. ما هي الضوابط التي على المرأة المسلمة أن تلتزم بها وهي تنوي الخروج إلى المسجد لأداء الصلاة أو لحفظ القرآن أو لحضور مجالس العلم أو لتعليم القرآن وتحفيظه؟ بارك الله فيك. فيك بسم بركة. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد والصلاة لله والسلام على سيدنا محمد عليه وعلى الصلاة آله والسلام. وصحبه أجمعين، وبعد سلام عليكم جميعا. والله أخت نصيرة دعيني أقول هذا المعلم الجميل، هذا البناء الهندسي الملفت للانتباه في كل حي وفي كل مدينة وفي كل بلدة، يرفع صوت الحق الله سبحان أكبر في الله، كل مدينة. هذا أكبر نعمة في نعمة أرض وبلاد المسلمين، المسجد والأذان ورفع هذه الأصوات بذكر الله عز وجل. تحية كبيرة للمقرئين والأئمة تحية الذين يجتهدون في هذا الشهر الفضيل العظيم، تحية كبيرة لمعلمات القرآن والمرشدات الأخوات اللواتي يقمن برفع كلمة الله عز وجل في بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع نعم ويذكر فيها اسمه. اسمه فذكر اسم الرحمن في بيوت الرحمن هو أساس العقيدة الإسلامية. فعلا المسجد هو المعلم المادي الذي يجسد العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية وأحكام الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أسس مدينته ودولته أسسها بأول مسجد، مسجد قباء، وأسس لهذا المسجد جزءا للنساء، فكان جزءا من النسوة وأول النساء هن الصحابيات اللواتي كنا رائدات المسجد. وإنما يعمر الله بيوت الله من آمن بالله، فالمؤمن هو الذي يعمر بيوت الله. فنقول أخواتنا الكريمات والمقرئين والأئمة وعمار المساجد، أبشروا بأنكم من المؤمنين. وصف الرحمن عز وجل عباده بالإيمان حينما يعمرون بيوت الله. هذا البيت الذي تحث فيه السكينة والطمأنينة، ويقول علماء النفس والطاقة الإيجابية كما يقولون، ذلك الاستشعار للخشوع والهدوء وراحة البال والطمأنينة في بيوت الله عز وجل. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى من هذه البيوت، في هذه البيوت، وخاصة أنها تملأ بالقرآن والذكر. فالقرآن هو تلك الطاقة الإيمانية، والذكر هو تلك الطاقة الإيمانية، وبالتالي كان يجذب المسجد، يجذب. لا يوجد أحد يدخل المسجد ولا واحد يدخل المسجد إلا وتحب أن تعود إليه. سبحان الله، جاذبية كبيرة. لماذا؟ لأن روح الإنسان تتوق إلى الراحة، تتوق إلى السماع الذكر، تتوق إلى سماع ذكر الرحمن. لكن كل هذه الإيجابيات الجميلة يتطلب منا كما قال علماؤنا أن نفقه آداب المساجد وأن نفقه فقه المساجد. فلكي نستشعر هذه الروحانية وهذه الراحة ونأخذ هذه الخطوات، خطواتنا إلى المسجد يرفع بحسنة وتوضع بحسنة، الخطوة تمشي تطلع تنزل، خطواتك إلى المسجد كلها بالأجر والحسنات، والجلوس انتظار الصلاة إلى الصلاة حسنات، وبالتالي الهائل من الحسنات داخل بيوت الرحمن يتطلب منا ضوابط وآداب. ومن آداب المسجد أن لا يدخله الإنسان من غير وضوء، الوضوء برا، توضأ وادخل. آداب المساجد أن المسجد نقصده ابتداء للعبادة، لا يقصد المسجد لحديث ولتعارف ولعلاقات ولتجارة. لا، ربح الله تجارتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للشخص الذي يريد أن يبيع ويشتري في بيوت الله، قال ادعوا له بأن لا تربح تجارته. فالمقصد في المسجد في العقيدة الإسلامية يذكرنا بالآخرة. المسجد هو ذلك الجزء المفصلي المادي الروحي، ذلك المكان الذي نعلق به قلوبنا بالسماء. لا علاقة لنا بالدنيا حينما ندخل إلى المسجد. نقول أخواتنا الكريمات، الضابط الأول أنسي برا قبل أن تدخل إلى المسجد مشاكلك، همومك، حكايتك وظروفك. المسجد لا ترفع فيه الأصوات،
المسجد لا يكثر فيه الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة: لو قلت لزميلك الذي أمامك أنصت بطلت جمعتك، لأنها صلاة. وبالتالي نقول للأمهات والأخوات الكريمات: المسجد مكان العبادة بامتياز، لا علاقة له بأمور الأخروية. إذن هذا كذلك من الضوابط. الضابط في بيت الله عز وجل أن يلتزم المؤمن مكانا يجلس فيه بسكينة، دون رفع صوت، دون أذية من أمامه، دون حديث لا علاقة له بأمور الدين. اثنين، رفع الأصوات لا يجوز شرعا في المساجد، لا ترفع الأصوات. اصطحاب الأطفال إذا كان الطفل يتحرك كثيرا في المسجد يشوش، وإحنا نقول أن الروحيات في بيت الله عز وجل متعلقة بالخشوع. ما نقدرش نطلع إيماني أو نخشع مليح إذا كان الفوضى والضوضاء أمامنا في المسجد. إذا ذهبت إلى المسجد وتبحثين أو باحثا عن الخشوع صحيح ويرافقك ابنك فلا يمكن أن غير ممكن أن تحقق طفل هذا صغير المقصد. صحيح، غير ممكن، حتى أذية لهذا الطفل الذي يريد أن يلعب ويتحرك ونحن نلزمه بأن يسكت ويجلس ويصطفى، غير ممكن. وبالتالي الأمهات الأخوات الأمهات الكبيرات حينما مشاكلها في البيت مع عروستها ومع بناتها إلى آخره، تأتي تجد صديقة تتحدث في أمور الدنيا داخل بيت الله وترفع الأصوات، الشجار داخل المسجد. وإذن لا علاقة لنا بالدنيا حينما ندخل إلى مساجد الله وحينما نريد أن نخشع، يا إما نقرأ القرآن، يا إما نسبح، يا إما نستمع إلى كلام الإمام إذا كان وصلنا إلى المسجد قبل ما بدء الخطبة أو الدرس أو الصلاة. وهذه هي نشتغل بالذكر، نشتغل بالدين، نشتغل بالآخرة، هذا سوق الآخرة كما سماه الزهاد والعباد. أحسن الله إليك يا بروفيسور عقيلة على هذا المدخل الطيب. ما الذي يترتب الآن على خروج المرأة إلى المسجد طبعا إذا التزمت بكل هذه الآداب وهذه الشروط وبأحكام الخروج إلى المسجد مهما كان هدفها، إما لطلب العلم أو لأن تدرك صلاة الجماعة أو لتحفيظ القرآن وتعليمه كما سبقنا وأن ذكرنا، ما الذي يترتب على خروجها إلى المسجد بما يأتي بالإيجاب أو بالسلب على الأسرة وعلى المجتمع، خاصة ونحن في عصر كثر فيه الهرج والمرج الذي أصبحت تأثيراته السلبية تأتينا من كل صدب وحد. بارك الله فيك نصيرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول بالله التوفيق. الحقيقة بيت الله المسجد، هذا الصرح المبارك، هذه البقعة الطاهرة، وقد قال الله تبارك وتعالى على لسان النبي: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، فهذه بيوت الله. ولكن أعطف على ما قالت الأستاذة عقيلة بارك الله فيها في خصوص ضوابط خروج المرأة إلى المسجد. المرأة إذا التزمت بالضوابط الشرعية في خروجها إلى المسجد، إما لحضور حلق العلم، مجالس العلم، وإما لتعليم القرآن أو لحضور صلاة من الصلوات، إذا التزمت بالضوابط حققت المقصد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، لكن قال في موضع آخر: وأفضل الصلاة للمرأة الصلاة في بيتها. وبالتالي لما قال العلماء لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله بالضوابط، فقد شهدنا النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا جدال في ذلك. لكن سيدنا ابن عمر لما جاء ابنه بلال قال له: والله لأمنعهن، بعد أن حدثه بالحديث. فغضب عمر بن عبد الله بن عمر، قال له رضي الله عنهم جميعا، قال له: أنا أقول لك النبي قال لا تمنع إماء الله، يعني الإماء، فما بالك بالحرائر
بالمرأة الحرة، هذه الأمة لا يجوز أن نمنعها. فغضب منه وقاطعه، ولكن أمنا عائشة أضافت أمر مهم، قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى من النساء لمنعهن. الشاهد في هذا كله أنه الآن أصبحت المرأة طبعا والحمد لله فيه خير كثير، فيه نساء ملتزمات بضوابط شرعية، ولكن عندما تخطئ المرأة في الخلط، وقد سبقت الأستاذة عقيلة وتقدمت بهذه الجزئية المهمة، المرأة التي تخرج إلى المسجد عليها أن تستشعر قيمة وشرف هذا المكان الذاهبة إليه، التي هي ذاهبة إليه، على اعتبار أن المسجد جعل للذكر، ذكر الله، المسجد لله، بارك الله فيك، ذكر الله، تفسير كلام الله، الصلاة لله تبارك وتعالى، للاعتكاف، للسجود، للركوع، للطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نجد الطمأنينة في بيت الله الحرام، إذا في بيت الله الشريف، إذا أتينا بالضوابط الشرعية التي جعلت في فقهنا. المرأة لا تخرج متعطرة إلى بيت الله، إلى المسجد، لأن عدم التعطر كما قال أحد العلماء هذا لا يبيح لها أن تخرج برائحة الطبخ ورائحة الأكل في ثوبها. نعم، فالمصلين يتأذوا، أخواتها المصليات يتأذين. وبالتالي الوسطية في كل شيء، المرأة تخرج بردائها أو بجلبابها المستور، حجابها المستور، وتخرج بنية خالصة لله تبارك وتعالى، لما في النية من أجر عظيم. فعلا الأخت السيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالأجر عظيم ومجالس العلم عظيمة. أم الدرداء قالت كنت أبحث في معنى ما قالت، قالت كنت أبحث دائما عما يفيدني، فما وجدت أكثر من مجالس العلم. مجالس العلم ومجالسة العلماء فيها أعلى رتب الطاعة وأعلى مراتب الورع والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك دكتورة على كل ما قدمته من معلومات. بارك الله فيك أيضا بروفيسور عقيلة، ونشرع بإذن الله تعالى الآن في الإجابة على انشغالاتكم وأسئلتكم التي وصلت البرنامج. وأبدأ بسؤال الأخت رفيدة التي تطرح مشكلة رفض الخاطب السماح لزوجته المستقبلية تعليم القرآن في المسجد، وهي الرسالة التي دأبت كما تقول في سؤالها عليها لسنوات، فهل هي آثمة إذا رفضت لهذا السبب؟ وهل له الحق وهي التي ترى أن هذا العمل مسؤولية عليها أن تؤديها مرضاة للخالق عز وجل؟ ربما هنا أيضا واحد الجزئية مهمة أيضا نطرحها من خلال السؤال، وهي نظرة المجتمع في من ترفض خاطب يبدو أنه حسن الأخلاق ويعني من فيه السمات أو الصفات التي تتمناها أي بنت مقبلة على الزواج وتخاف الله. فعلا حقيقة أخت نصيرة، في هذه المسألة تعليم القرآن في المسجد وبناء أسرة وبيت، نقولها إذا رضيت هذا الخاطب زوجا، بمعنى كما ذكرت فيه ما بعض الخصال، بعض الخصال المرتضى، أهلك قبلوا به خاطبا ورأوا فيه الزوج المناسب لابنتهم، توقفي فترة. في بعض الأحيان دائما احنا ما نقولوش تعارض الدراسة مع الحياة الزوجية، وإنما نقول بعض المسؤوليات يمكن لأن تتعرض في بعض الأحيان، إلا أن هذا الخاطب لعل عرف بيتهم دوك الآن يقولك زوجتي نديها إلى بيت أهلي، ربما في الشهر الأول ولا الأسبوع الأول تبدأ تروح للمسجد تدرس وتعود، لعل الأمر في البيت غير مقبول، يعني عرف أسرتهم، لعل هو بالنسبة له مقتنع أن زوجته في سنواتها الأولى تبقى في البيت. فنوجد بأن هذا النقاش بين الخاطبين ممكن،
إلا أن رسالتنا للشباب في هذا المجال أن احنا نقول إعداد المرأة للعلم وإعداد المرأة للتعليم القرآن وإعداد المرأة لبناء المجتمع، فهذا الرسالة هي رسالة مهمة إذا لم تتعارض مع حقوق الزوجية. نقول يا بنيتي اضمني لزوجك الحقوق الكاملة، فحينما لا يجد فيك تقصيرا توقفي برهة. كم سيدات في حياتهن وأخوات وطالبات علم وباحثات في سن معينة أثرنا البيت الأسرية في انتظار أن ثم بعد أن يخرجنا إلى المجتمع. الآن في الواجبات، في تعارض الواجبات هنا، الواجب الأسري والواجب الاجتماعي. إما تخلي وحدة تنوبك في المسجد، أخوات حافظات القرآن ومعلمات القرآن، وأنت أبني بيتك وأسرتك في انتظار أن الزوج مع الوقت ستعودين إلى العمل وإلى بيتك. فنقولها أقبلي هذا الزوج وأقبلي الزواج، وبعد ذلك تناقشي في مسألة الخروج إلى البيت. ورسالتي كذلك للشباب، إذا كانت زوجاتكم ملكة، عجبتني في المقدمة، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبلال لما أراد أن يمنع زوجته، بلال بن عمر بن الخطاب أراد أن يمنع زوجته، قال له أقول لك قال رسول الله، يعني أني نحط بيني وبين بينك وبين زوجك النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحطش حاجة واحدة أخرى. قالوا أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي نقول لشبابنا لا تمنعوا زوجاتكم الصالحات القدوة بيت الله عز وجل، هذا الأجر ستقاسمها الأجر حينما هي تخرج. وإذا كان هناك مسؤوليات كبيرة في البيت فالأولى مسؤولية الأسرية، ونقولها يا بنتي تحاولي ألا تدخلي في شجار أو في صراع إذا كان هذا الزوج كفء. في انتظار في أخوات وفي سيدات توقفنا عن الدراسة سنتين ثلاثة أربعة إلى أن ترتبت الأمور وتسهلت الأمور واقتنع الأزواج، وبالتالي عادوا إلى عملهن الاجتماعي ودراستهن. ولعل بعد هذا الصبر والانتظار يحدث الله أمره. أمين أمين إن شاء الله. الإنسان لا يعرف ما الذي يمكن أن يؤول إليه الوضع فعلا. وقد تساعدها على ذلك حماتها أو أهل زوجها فعلا. إذا رأوا صحيح فيها صحيح. هذا الخير، هذا الخير وهذا الإقبال على القرآن وعلى تعليمه وتحفيظه. أخت ناصرة نقول حولي حلقة المسجد إلى حلقة البيت، حلقة البيت إلى مع سيدات البيت زوجات أخوات زوجك وربما كنائن أخريات وأم الزوج وغيرهم. صحيح بارك الله فيك. قد يعينها الأخت مريم من بلجيكا، تقول في رسالتها أحب الشهور إلى قلبها رمضان لما فيه من فضائل واجتهاد في العبادات، وتشهد الله تضيف أنها تحب القرآن حبا جما وكذا الصلاة والصوم، لكنها أحيانا تتماطل وتتكاسل في أداء هذه العبادات. رغم ذلك تقول أجاهد نفسي وأقرأ وأحاول حفظ القرآن وأصلي الفرائض والنوافل والرواتب وأصوم، لكنني أشعر أنني أبذل مجهودا في ذلك. يبدو أنها هذا الشعور بأنها تبذل مجهود في التقرب إلى الله وكأنه يقلقها، وهذا ما يجعل هذا الشطر القادم جميلا جدا في سؤالها. تقول أريد أن أستشعر حلاوة ما أقوم به تجاه الخالق في شهر التوبة والغفران. أكيد أنكم تشعران بها. فعلا أقول بالله التوفيق. أولا حيوها تحية كبيرة الأخت في دار الغربة وتريد أن تتقرب إلى الله، وكلنا نعلم أن المرأة العاملة في الديار الإسلامية قد يتعذر عليها الإتيان بالكثير من الطاعات، فما بالك بالقوانين الأخرى في الدولة التي تحيا فيها. ولكن الإنسان عندما يريد أن يتقرب من الله ننصحها بالدعاء، تكثر من الدعاء على التيسير، لأنها تجتهد وتجد الكسل، تجتهد وتجد الكسل، وبالتالي عليها أولا بالدعاء لأن الدعاء يغير الكثير من الأمور. ثانيا الله تبارك وتعالى سيعطيها على قدر نيتها، فهي قلبها يتآكل وتريد أن تتقرب من الله تبارك وتعالى وتريد أن تستشعر حلاوة الإيمان، لأنه في الحديث القدسي يقول ربي عصيتك ولم تعاقبني، فيقول الله تبارك وتعالى عبدي عاقبتك ولم تدري حرمتك طعم الإيمان.
الإنسان الذي يحرم طعم الإيمان هو في أشد عقوبة من الله تبارك وتعالى. الإنسان وأخطر الناس. نعم نعم. أيضا الإنسان الذي تأتي هذه الشهور وهذه المواسم بالنفحات الربانية ولا يغتنمها في الذكر والشكر وطاعة الله فهو إنسان محروم. ولكن الأخت نبارك لها هذه الجهود ونقول لها إن شاء الله الله تبارك وتعالى سيعطيها لذة الإيمان وحلاوة الاستشعار القرب من الله، كما قال أحدهم قال لو علموا بما نستشعر به من لذة الإيمان لضربون عليه بالسيوف. الإنسان الذي يكون في معية الله، الأخت نصيرة، لطالما وجدنا أناس يملكون الكثير من السيارات والعمارات والأموال ولكن لا تعرف السعادة الطريق إلى قلوبهم، على العكس من أناس على بساطتهم وعلى تواضعهم تجدين السعادة تحفهم حفا والطمأنينة تمطرهم مطرا. وبالتالي العبرة في السعادة هي القرب من الله، وهذه الأخت نحييها أدركت السبيل وتعذر عليها، ولكن إن شاء الله نقول لها قاومي وجهدي وأكثري من الدعاء في جوف الليل، كما قال أحد العارفين قال سهام الليل لا تخطئ. الإنسان إذا قام في جوف الليل وصلى ركعتين وتوجه بالنداء لله تبارك وتعالى والمناجات فالله تبارك وتعالى لن يخزيه ولن يخيبه إن شاء الله، ونقول لها بالتوفيق والسداد وكان الله معها. آمين رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ما أحلى مكابدة الساعات من الليل حتى تحلو لنا الدنيا على حد قول سيدنا عمر رضي الله عنه. بارك الله فيك. هي الأخت هذه المرحلة المهمة في إطار الطمأنينة والعلو وهي المجاهدة. نعم، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين كما يقول العلماء، هي مرحلة المجاهدة. فكاين مرحلة مهمة جدا لنصل إلى الطمأنينة وإلى الحلاوة وهي المجاهدة. إن لم نجاهد أنفسنا لن نرتاح. بالتالي نقولها يا أختي الكريمة حرصي على صلواتك. بعدما تحرصين على الصلوات الخمس تقربت إلى الله خطوة. احرصي على النوافل، كلما زدت النوافل كلما زاد التقرب من الله عز وجل. احرصي كما قالت لك مالكة على صلاة الليل، فصلاة الليل تهدئ النفوس وتنير الوجوه. ثم احرصي على جلسة الذكر وجلسة الدعاء بعد صلاة الفجر، خاصة هذه الجلسة المهمة للنبي صلى الله عليه وسلم تعدل عمرة أن يجلس الإنسان بعد صلاة الفجر ويقعد يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى ويتشاهد ويدعو بالدعاء بالذكر تعديل إلى الشروق الشمس تعديل عمرة. لو طبقتي هذا البرنامج وتقرأي القرآن يوميا حزبين باش تختمي في شهر رمضان، عاودي رجعي لنا الخبر وقولي النبي وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنشرح أساريرك ويرفع مقامك، فمقام المجاهدة من المقامات المهمة في الوصول إلى المنزلة العليا وهي منزلة كبيرة في عند الزهاد والعباد. وبالتالي نقول لك في الطريق المستقيم أكمل. اللهم املأ قلوبنا بسعادة الإيمان يا رب. آمين يا رب. نصل إلى فقرتنا التي بدأناها الأسبوع الماضي في الحلقة الأولى في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، وهي أن نعطي الفرصة لبعض النساء لطرح أسئلتهم مباشرة على جلستي البرنامج. دائما زميلتنا سميرة سعيدي هي التي رصدت لنا هذه الأسئلة فهي مشكورة. عندي سؤال، اللي تروح للمسجد تصلي في التراويح واللي تصلي في الدار كيف كيف ولا كل واحد؟ انتي تروحي؟ انا ما نروحش. وعلى؟ خاطرش انا مريضة، عندي السكر وعندي لاطونسيو، كي نفطر خلاص ندوخ، ما نكذبش عليك، نصلي في داري. حبيت نسقسيك، المرأة إلا جايز لها تروح للتراويح ولا ماشي جايز لها؟ السؤال فيما يخص الصلاة الفائتة، أسكو نقدروا نرجعوا نعودوها ولا غير كما نقولوا؟ كاين مشايخ بزاف، كل واحد باش يقول، واحد يقول لك لازم تعوديها وواحد يقول لك لا. والإقامة في الصلاة الثانية أسكو مفروضة غير على الراجل ولا على المرأة الثانية؟ عندما نكون في الأعراس، خاصة في الأعراس لا نستطيع قضاء الصلاة فيها، وعندما نعود إلى بيوتنا نعود متعبين
ننام بدون صلاة، وهذا حدث لي عدة مرات، ثم أقضيها بعد أيام. هل الله سبحانه وتعالى يسامحني أم لا؟ وكيف نقضيها؟ بارك الله فيكم. إذن الأجوبة على هذه الأسئلة مع جلستي البرنامج. نبدأ بالسؤال الأول المتعلق بخروج المرأة إلى المسجد لصلاة التراويح. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم خروج النساء إلى المسجد لصلاة الفرائض وكذلك لصلاة النافلة. حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أول رمضان، لصلاة التراويح، خرجت النساء والرجال، بعد ذلك لم يخرج. ثم سأله الصحابة فقال لهم لو خرجت لوجبت. لكن سيدنا عمر رضي الله عنه أعاد لما فيها من مصلحة ومقصد، وجمع الناس رجالا ونساء على صلاة التراويح في المسجد لسماع القرآن ولزيادة الطاعة والعبادة، فأصبحت من ذلك الوقت وفي أرض المسلمين كلها مصليات النساء تعج بالفتيات والحجات والأمهات الكبيرات والصغيرات ليأتممن بالإمام في صلاة العشاء ثم صلاة التراويح. وبالتالي الفقهاء ضبطوا هذه المسألة بالجواز والندب، وصلاة الجماعة فيها أجر عظيم، وصلاة التراويح كذلك فيها قيام الليل وأجر قائم الليل كبير جدا، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء الإيمان والاحتساب هو الصلاة والصوم والقيام. لكن قد تعترض حالات لبعض الأخوات أنهن لا يستطعن الذهاب إلى المسجد، فصلاتها في البيت، صلاة التراويح في البيت جائزة، وقد صلينا نحن كذلك في ظروف كثيرة في البيت صلاة التراويح، صليت 8 ركعات بالمصحف، حبيتي بالمصحف، حبيتي بما تحفظينه من القرآن لا تقرأوا بقصار الصور، وما تدير الشفع والوتر أو تؤخر الشفع، حبت تصلي تراويح أول الليل، حبت منتصف الليل، حبت آخر الليل، كما تشاء، تنظم وقتها، تنظم ليلها وتصلي، وربي سبحانه يتقبل من الجميع. وبالتالي هذا قيام الليل ينور الوجوه ويرفع درجات المؤمنين في العليين. بارك الله فيك دكتورة عقيلة. وإن كان السؤال الأول لإحدى السيدات والثاني متداخلان يصبان في نفس الانشغال، وهو مسألة جواز خروج المرأة إلى مسجد من عدمه. ربما ننتقل إلى السؤال الثاني. لا عطفا الأخت، تريدين الإضافة؟ تفضلي. معذرة. لأنه حتى نطمنهم هذه النساء أخت ناصرة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح إلا 4 أيام. بعدين الصحابة جعلوها هكذا يعني من فضائل شهر رمضان. لذلك نجد بعض النساء نصيرة يعني تجاهد كل المجاهدة من أجل صلاة التراويح، يعني تؤذي نفسها أحيانا، تترك أولادها صغار في البيت، تقصر في حق زوجها للخروج إلى صلاة التراويح. قولوا لها إن يعني خرجت للصلاة بيسر، إن كنت في أريحية من أمرها. بارك الله فيك. نعم، إن كانت في أريحية من أمرها ويعني سهل لها ذلك فهذا أمر جيد، ولكن إن تعذر عليها الأمر تصلي في بيتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل صلاة المرأة في بيتها، وبالتالي صلاة المرأة وربما لها أجر مضاعف لما تحققه من خشوع ومن ستر، والأصل في المرأة الستر والصلاة في بيتها، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الصحابية وقالت له يا رسول الله أريد أن أصلي معك صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلي صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجدي هذا. وبالتالي إقرار النبي على صلاة المرأة في بيتها والأجر المضاعف يحفز النساء إلى تهيئة المقام للصلاة، لأن المسألة متعلقة أيضا أخت نصيرة بالإيمان بالفكرة. لما يبدأ رمضان أعمل مصلى في بيتي، زاوية نعمل فيها مصاحف وسجادات أعطرها بالبخور إلى غير ذلك، وأتهيأ من المساء. أنا أتكلم عن الأخوات اللي عندهم ظروف عسيرة باش تروح للمسجد، نحن لا نتكلم عن تلك التي لها الأريحية من أمرها وهي يعني على قدرة تامة في الذهاب إلى المسجد، ولكن نسأل على الأخوات اللي تلقاها قلبها يتآكل تريد أن تذهب إلى المسجد ولكن يتعذر عليها، قلوا لها هيئي مقام في بيتك
بسجادات وببخور. نعم الوباء. نعم كم تحدثنا على المسجد في البيت. بارك الله فيك. نعم في ظروف الوباء. نعم جعلوا مكان خاص نفس الشيء. نعم. بالنسبه لي التي تستطيع وفيه الاجر العظيم ان شاء الله. فعلا فيه الاجر. ربما ما يجعل المراه تقبل على المسجد هو انه لما تصلي في بيتها حتى لو قامت بكل هذه التحضيرات وهيئت المكان وهيئت الظروف لاقامه الليل او لصلاه نافله مثلا صلاه التراويح وغيرها إلا أن دائما هناك في بعض الأحيان ما يجعلها تنقطع ما يشوش عليها ربما رنة هاتف ربما خبر هكذا ربما هناك من يدق على بابها ربما هناك ضيف ربما أنه هو احتياج ابنها أو طفلها إليها أو زوجها إليها كل هذا يمكن أن يقطع تلك العلاقة بينها وبين الله وهي تصلي فعلا هذا كلام الأخوات اللي تواصلوا معنا تقول لك أحقق الخشوع والطمأنينة في المسجد أكثر من بيتي التي يعني لها سهولة تامة في الالتحاق بالمسجد فلها ذلك ربي يتقبل منها والتي تجد في ذلك تقصير على بيتها فننصحها بالصلاة في بيتها. أكيد هناك الكثير من الأسئلة في مسألة التقصير. نعم. وأهمية أولوية خدمة الزوج والأبناء المسجد لكن دائما هناك تلك الرغبة للإقبال. نعم. على المسجد. نعم. أكيد ربي قدرهم كامل ويقدرنا جميعا يا فيما يخص سؤال الصلاة الفائتة. نعم. تقول هل أقضيها أم الحقيقة اختلف العلماء في مسألة الصلاة الفائتة منهم من قال الذين كفروا تارك الصلاة قالوا أن الإسلام يجب ما قبله. هذا هي الأستاذة تشاطرني الرأي كنا والكثير من فتياتنا يتواصلون مع من هؤلاء الذين يفتون في المسائل الفقهية والدينية في قنوات مشرقية ولطالما تابعت هذا النوع من الحصص مباشرة الكثير من السائلة الجزائريات تسألنا هذا السؤال فيجيب المفتي بأن الإسلام يجب ما قبله لكن تنسى أنه يفتي بمذهب غير المذهب. نعم. الذي لكن على الأرجح أنها تقضي. على الأرجح أنها تقضي في المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي وقول في المذهب الحنبلي كلهم يعني يقولون بالقضاء كلهم يقولون أن الفوائد تقضى. الآن عندنا مسألة أخت مالك أنت تعرفي الذي يسلم واحد كان حياته كلها ماهوش مسلم ثم يسلم أو تارك الصلاة بكفر يعني هو غير هو رفض الإسلام. نعم. يعني لم يسلم هذا حياته كامل بديانة أخرى أو من غير ديانات ثم دخل الإسلام في عمره 50 سنة مثلا ولا في عمره 45 سنة من رحمة الإسلام هذا نقول تبدأ تصلي من الآن لأنك الآن دخلت الإسلام. لكن واحد ابن الإسلام أو بنت الإسلام بدأ حياته ولكن تكاسلا يصلي ويحبس مرة يصلي مرة ما يصلي أنها. نعم. فارضة وأنها. نعم. عماد الدين. نعم. وأن يشهد كاين اللي يصوم كاين اللي يزكي ويعرف أن الصلاة مقتني بأن الصلاة مفروضة ولكنه تركها كسلا. احنا نقولوا كما قالت لي وحدة صديقة نتناقشوا في هذه المسألة قالت لي لا أنا واحد تارك الصلاة جو بريفير نقولوا أقدم ما نقولوش كنت كافر لانه ما نقولوش كنت كافر نقول له اقضي صلاتك لماذا لانت ابن الاسلام عشت في الاسلام تكاسلت صليت خليت الى اخره ابدا تحسب حساباتك وما شاء الله انا عجبتني البنت يعني شابه صغيره راهي تناقش انه تقضي صلواتها وشي جميل انه بناتنا وابنائنا يتكاسلوا في بعض الاحيان دراسه مرض امور كثيره يبداوا يصلوا يديروا كناش ورزنامه يضبطوا صلواتهم وإذا قضوا سيشعرون كما إحنا نتحدث عن روحية راحة. رمضان وسعادة رمضان راحة كبيرة بارك جدا الله فيك. وسعادة لا توصف أستاذة بارك الله فيك ولكن إحنا لازم أخت نصيرة نتكلموا من الواقع صح. لأنه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني الصلاة المفروضة الآن فهي كبيرة إلا على من خشى يعني للأسف الشديد فيه خير كثير الحمد لله كاين أسر ملتزمة أولادهم يصليوا في المسجد بناتهم التزمت ولكن فيها أيضا أسر كثر اللي بناتهم أولادهم يصليوا شو كيفاش يقضي إحنا نعطيه لهم بعض الوصفات السهلة لقضاء الصلاة عمل برنامج أبدأ وقت بوقت اليوم نصلي الصبح في بيتي أصلي معه ولكن لابد من الحساب لابد من الرزنامة يعمل مثلا الرزنامة أيضا مراعاة الترتيب. نعم بارك الله فيك. نعمل يوميا لا أمل لا أكل لأنني سأبدأ خطوة مع الله
هي من الإنابة ومن العودة إلى الله ومن التكفير عن تقصير في حق الله. لازم يقتنع بالفكرة بأنه لا بد من قضاء هذه الصلاة الفائتة. ماذا يفعل؟ يصلي الصبح مع صبح، الظهر مع ظهر. بعدين أخت نصيرة لما يصبح يوميا يفعل هذا يجد نفسه أنه يصلي صبح مع صبحين، يعني الوقت مع وقتين. حتى وإحنا نحييه من هذه المجلس المبارك أخوات فاضلات، والله حتى في التزامها في الرداء في الصلاة تقول لك أنا أقضي لأنني لم أكن ملتزمة في ردائي في الصلاة، وقضت سنوات وسنوات، تقول لك 5 سنين أصلي اليوم بـ5 أيام، أصلي اليوم بـ10 أيام، حتى وجدت نفسها قضت في السنة 5 سنوات إلى غير ذلك. وأقرب ما يكون بارك الله فيك، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ربيعة، هذا الطفل المسدد، هذا الغلام كان يستعين به النبي في الوضوء، قال له سلني يا ربيعة أطلب، لكنه كان ذكي، قال له أمهلني، ثم قال له مرافقتك في الجنة، أريد أن أرافقك في الجنة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. ما من شيء يعلي الهمة ويشحذ الهمة ويعلي مراتبنا في أعلى الدرجات عند الله تبارك وتعالى هي كثرة السجود. وبالتالي هذا الإنسان راح يخلف الوقت اللي فاته. نحيوها البنت اللي سألت على الصلاة الفائتة، ربي يقويها ويقدرها ونقول لها سيقدرك إن شاء الله. تبدأ اليوم فهي في كثرة السجود، في كل سجود تدعو، في كل سجود تستغفر، في كل سجود تطلب ما تشاء، وبالتالي هي دائما في معية الله، وربي يوفقهم إن شاء الله. حتى الصلاة الفائتة في الأوقات المنهية عنها تجوز. نعم. يعني من العصر للمغرب، كاين ناس يجوا من العصر، وأخوات تواصلوا معي قالوا لي في ظرف كورونا يعني جلوسنا وعطلنا في البيت، قالوا لي قضينا ما شاء الله من صلواتنا الفائتة، وكانت من نعم بعد صلاة الفجر. نعم، نعم. بعد صلاة الفجر في أوقات المنهية عنها. نعم. مع الصبح مع الضحى كاين أوقات، وفيه ناس كذلك التزموا بقضاء الفوائد في رمضان. كانت لهم فرصة في رمضان يروح ينزوي في المسجد ويأخذ وقت يصلي 3 أيام 4 أيام، فمشات. وبالتالي كي بقات ملكة جيت صليت لقى عام راح خلاص، قضيت عام، قضيت عامين، قضيت كل الفوائد، وهذه كلها بالأجر العظيم، وهذه ديون الله عز وجل. يعني مدام الإنسان أسلم وهو مسلم، مدام قصر يستغفر ويتوب ويقضي ما شاء الله له، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا نقول أخواتنا لو عزمتنا يسألونا، أو عزمتم شباب وشابات، لو عزمتم بسم الله يا ربي توكلت عليك أعيني على قضاء صلواتي، وبدأ تقضي، الله هو المعين، وكمل حتى وإن مات الإنسان مات وهو على الأجر أنه قضى جميع صلواته. وبالتالي هذا ترغيب وليس ترهيب. هو مسألة إرادة أيضا، وقوة إيمان وقوة إصرار أيضا. صح صح. أنا صح. أعرف سيدة قضت صلاتها الفائتة وهي تؤدي العمرة في الحرمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نور على نور، يعني ما شاء الله، يعني فضل الله تبارك وتعالى هو دين سبحانه. ثم أجرنا عليه لما نخلفه لما نسدوه، يعني نعمة ما بعدها نعمة. هذو المجتهدات وماذا عن التي تفرط في صلاتها لأنها تريد أن تحضر عرس أو تطيل سيهديها المكوثة في قاعة الحفلات. ولهذا أختنا ستذكري دائما كنا نقول أن في قاعة الحفلات اللي يبني ويصمم يخصص مصلى، وهذيك الأخت اللي تقوم أو سيدة الحفل أو ربة البيت يعني التي صاحبة العرس توقف تقول هذيك الأخت اللي تقوم بالحفلة توقف شوية الموسيقى والغناء لكي تصلي النساء في صلواتهن، حتى احنا الفرح راهو عبادة والعرس عبادة، فالتقصير في وقت تجي عيانة معناتها كانت ترقص وبالتالي اتعبت نفسها في العرس فعلا. فهذه الامور كلها نقول كل حي فيها صراحتها. لا لا مليح مليح مليح، هذا الصدق صدق صدق، وعلى بالك الصدق في الدين مليح، الصدق في الدين مليح، لانه الانسان راه يتوب الى الله عز وجل وراه يقدم صاحبي يصيب حل لنفسه. نقول يا اختي الكريمه قضاء الصلوات واجب،
الان اخرتيهم استغفري وتوبي، لان عندنا اثم تاخير الصلوات، ولكن عندنا اجر قضاء هذه الصلوات. كاينه اخت تقول على الاقامه، والله اخت ناصر انا تلقيت كثير من الاسئله اخت مليكه، اخوات يقولوا لي استاذه، وبعض الاحيان يبعثوا لي اقوال بعض الدعاه او بعض العلماء، يقولوا لي بان الاقامه بالنسبه للمراه لا تقيم الصلاه، ما ديش اقامه الصلاه، تدخل مباشره تكبيره الاحرام وتصلي الظهر او العصر. لما حبيت نتقصى نجاوبهم على كل حال، في المذهب المالكي المراه تقيم تقيم الصلاة، تقوم بالإقامة، حي على الصلاة حي على الفلاح، تجيبها كاملة تكبيرة والكلام المضبوط في 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 الإقامة الصلاة، بعد ذلك تقوم بتكبيرة الإحرام وتدخل في الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة. الصلاة النافلة تكبر وتدخل في الصلاة. في مذهب الحنفي ما كاش إقامة، وبالتالي لما نشوفوا بزاف القنوات راح تكون لنا هذه الاختلاف المذاهب. بعض الاحيان بعض الباحثين يقول لك فوضى، يا ماهيش فوضى، هي اختلاف مذاهب. لازم نفهموا بان اختلاف المذاهب من كان على المذهب الحنفي لا نلوم عليه، وكل له ادلته وله كما قلتي توجيهاته وتخريجاته وتاصيلات وقياسات وغيرها. فبالتالي هذا مذهب له تاصيلاته، من اعتنق هذا المذهب او من اعتمد هذا المذهب يقوم بهذا النوع. احنا عندنا المذهب المالكي عليه الفتوى وعليه المذهب وعليه الدراسه، نقول بان الاقامه للصلاه في المفروضه تقيمها المراه او الرجل. بارك الله فيك بروفيسور عقيله على كل هذا التفصيل في الاسئله التي طرحها بعض مشاهدات برنامج ان يتفقهن. ناتي الان الى سؤال الاخت اسيا. اسيا قلبها على جدتها الطاعنه في السن، في عمرها 87 عاما، تقول هي تخطئ عند قراءتها لسورة الفاتحة في الصلاة، فهل صلاتها جائزة؟ تفضلي، لأن الوقت. أولا أختي نصيرة أقول بالله التوفيق، مسألة قراءة القرآن فيها أجر عظيم، والذي يقرأ بإحسان وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مع السفرة البررة، ومن قرأ القرآن وتتعتع فله أجران. ولكن كما تقول الأستاذة إيمان العجائز، ربما الأخت نصيرة كما قال الفقهاء سورة الفاتحة هي الجامعة جمعت كل شيء. قالوا أن القرآن الكريم مجموع في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. ولكن الأخت هذه نقول لها عندك حل، يعني جدتك هذه لما تكمل الصلاة نجالس جدتي وأعلمها سورة الفاتحة وأعلمها سورة الإخلاص وأعلمها المعوذتين وما تيسر من القرآن الكريم. لأنه كما تفضلتي أخت نصيرة بارك الله فيك في هذه الحصة والحصة الماضية، أحيانا جيل السرعة ما فيش صبر، البنت ما عندهاش صبر، لكن لو تعلم الأجر الذي تأخذه من وراء تعليم جدتها لآية واحدة من القرآن الكريم، وتبقى جدتها تقرأ بها في الصلاة، والأجر تأخذ الأجر وتأخذ البنت معها الأجر، لأدركت أنها تركت باب من أبواب الفضائل وباب من أبواب الجنة. بالتالي احنا نقول لها من ناحية أن صلاتها غير مقبولة، مقبولة ذلك عند الله، ولكن نحسبها عند الله أنها مقبولة. لماذا؟ لأنها جاهلة مسكينة لا تعلم، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان والجهل، هي لا تعلم هذا، ما حفظت بقدرة كبيرة في السن باعينة كبيرة. بارك الله فيك، حرم البنات والقراءة والمسجد وهذه بارك الله فيك، هذه من مخلفات عدم تعليم المرأة. لكن أنت تصوري الأخت نصيرة لم يكون مشروع في المجتمع بالاتفاق ببنوده وضوابطه على أن المرأة تعلم، تتعلم الكتابة والقراءة، وأول ما تتعلم المرأة كتاب الله. فلك أن تتصوري البنت يعني قلبها يتآكل على جدتها، ولكن بارك الله فيك أستاذة هي من خلفيات الاستعمار، العجوزة دي نعم 87 سنة، ولكن نقول لها مازال كاين الفرصة، فيه فرصة كاين في عمرها، ودخلوا مراكز محو الأمية بارك الله فيك القرآن وقرأوا. أكيد أنه حتى يعني الإنسان في هذا السن مستويات في الحفظ، مستويات في الحفظ لا نلومها، لا نلومها، ولكن على الأقل تصحح لها سورة الفاتحة، صحح لها ما تخطئ فيها، لأن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة.
الفاتحة أمر ضروري، يعني هي من أركان الصلاة ومن شروط الصلاة، وبالتالي على الأقل إذا ما قدرتش تعلم لها آية جديدة سورة جديدة صحح لها الفاتحة قدر الإمكان، ولها الأجر العظيم إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي بارك الله فيك. أمين. باختصار دقيقتان فقط قبل أن ننهي هذه الحلقة، وأفضل أن نجيب على سؤال أم هاجر التي تطرح مشكل الشروط ومواصفات اللباس الذي ترتديه المرأة المسلمة لأداء الصلاة، وتستفسر عن مسألة ارتداء الجوارب في الصلاة، وهل تصح الصلاة من دون ذلك؟ نعم، بالنسبة للصلاة احنا تحدثنا وسبق لنا بالنسبه للباس الصلاه السابغ، وقلنا ان اسماء قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان يرى الوجه والكفين، فعلامات البلوغ وعلى لباس الحجاب هو لباس الصلاه. فالمراه تلبس، ماشي شرط تلبس جوارب، بقدر ما تلبس يعني لباس الصلاه الطويل يغطي رجليها، يغطي قدميها ويغطي رجليها. الذين العلماء مختلفين في مسألة تغطية الرجلين في الصلاة، من قال بتغطية الرجلين وهذا الأرجح وهذا الأقوى في الصلاة، أن المرأة تغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة، وهناك من العلماء من أجاز لأن يعتبر تخفيف، يعني زلقة رجلها ولا مش مستورة مليح من العورة المخففة في كشف القدمين، والأفضل أن تكون الصلاة باللباس الصلاة السابق وتستر جميع بدنها. بارك الله فيك بروفيسور عقيلة، شكرا لكما وبارك الله فيكما على كل ما قدمتماه خلال هذه الحلقة والحلقات السابقة من أن يتفقان. مرة أخرى ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الجلسة في مجالس الصالحين. إن شاء الله كل من تابع هذه الحلقة من أن يتفقن استفاد ووجد الأجوبة الشافية للأسئلة التي ربما تدور في خاطره، والتي ربما حتى مشاهداتنا ومتابعاتنا وهؤلاء النسوة اللواتي طرحنا تلك الأسئلة، أسئلتهن تشكل الانشغال نفسه بالنسبة لأخريات. فشكرا لكما جلسة البرنامج، شكرا لمشاهدينا الكرام على وفائكم لنا، شكرا للفريق التقني القائم على إنجاح هذه الحلقة من أن يتفقهن، والمخرجة نادية شراير. شكرا لكم وسلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته.